There's going to be a very, very good news very soon, inshallah. We're going to sign on Monday anyway. We're going to sign on Monday. سماحة السيد، السلام عليكم. هل توصلتم الى اتفاق سماحة السيد؟ ان شاء الله غدا بعد الظهر، وان غدا لناظره قريب. سماحة السيد، من هي الاطراف التي توصلتم لاتفاق معها؟ هل هي الاطراف الشيعية فقط ام جميع اعضاء مجلس الحكومة؟ نحن نقول لكم ان ستنظرون غدا وننظر ان المسائل واصله الى خير ان شاء الله. هل كانت زيارتكم لسماحه السيد السيستاني لها اثر في لفات عملكم؟ احنا بالاعلام والمراجع العظام والاخوه الى كل الخير وكل المساعي ان شاء الله ترون الخير غدا. شكرا جزيلا سماحه شوي. شوي رحم الله. شوي عندك.